الآن سؤال: هل يجوز لتاجر خمور يعترف ويتناول ويتبرع للكنيسة؟ في شرط أساسي إن الكنيسة لا تقبل تبرع إلا تبرع طاهر ومقدس، يعني محدش يسرق ومن الفلوس يتبرع، أو واحد تاجر يعني يحتكر السوق ويزل الناس في الأسعار وبعدين من الفائض يدي للكنيسة. في آية مشهورة بتقول: زيت الخاطئ لا يدهن رأسي، زيت الخاطئ لا يدهن رأسي. كل مال جه بطريقة سليمة لا تقبله الكنيسة، يعني لو الكنيسة عرفت أن الراجل ده بتاع خمور وما تقبلش التبرع منه، تقول له متشكرين مش هنقدر. لكن الكنيسة اللي عايزة فلوس وبس يبقى غلطانة، تبقى غلطانة. ده حتى في آية بتقول: لا تدخل أجرة زانية إلى هيكل الرب، يعني إلى خزينة الرب. المال الخاطئ مش ممكن يخش جوه الكنيسة أبدا. وإذا كان إنسان ماشي في خطيئة على طول ما يتناولش. وفي قوانين الكنيسة زمان ما كانوش يعمدوا واحد بيشتغل في تجارة خاطئة، يعني واحد بيتاجر في الأصنام، واحد بيتاجر في حاجات غلط، واحد بيشتغل شغلة مش مظبوطة، لازم يتوب في الأول علشان يعمدوه. واحد بيقول: أنا شماس وشاب بكنيسة في الصعيد، أحاول أعيش حياة التوبة، يقول كل ما أعترف وأتناول أروح وقع في نفس الخطية في نفس يوم المناول. جايز أنت بتعترف من غير ما تتوب وبتتناول من غير ما تتوب. الناس فاكرين أن مجرد الاعتراف يعني خلاص، لا، الحكاية مش اعتراف، حكاية توبة. وسر الاعتراف في الكنيسة بنسميه سر التوبة. معلش، ربنا يساعدك إن شاء الله وتتوب وتسلك في طريق التوبة وتكون تحت إرشاد أب اعتراف يقودك في التوبة. وفي نفس الوقت في حاجة اسمها حسد الشياطين. الشياطين لما يلعوك تيجي تفلت من إيديهم وبتعترف وتتناول، يحاولوا أنهم يرجعوك تاني، فخليك شديد وما ترجعش. واحد بيقول: ما معنى يعني ان انسان يحاسب على كلام لم يقله ولا يحاسب فقط على كلام قاله؟ تحاسب على كلام لم تقله إذا أنت لم تقل الحق، فتحاسب على عدم قولك الحق. أو إنسان يذكر نصف الحقيقة ويكون قد قال نصف الحقيقة من وجهة نظر معينة، ويحاسب على أنه لم يقل النصف الآخر. أو إنسان من جهة العقيدة لا يقول أشياء جوهرية يجب أن يقولها، فيبقى يحاسب لأنه لم يقل الكلام الصحيح،
لم يقل ايه الكلام الصحيح. وانا فاكر مره كتبت مقال زمان يمكن متهيألي سنه 67 عنوانها احيانا ندان على صمتنا، احيانا ندان على صمتنا. هل يحق ان المراه ان تسقط جنينها وهي حامل 40 يوم فقط؟ هل تعتبر خطيه ام لا؟ ما دام الجنين تكون ولو كان عمره ساعه او دقيقه او ثانيه يبقى التخلص منه جريمه قتل. هقول لكم الحكايه دي، السؤال ده وراه نعكيشن. هقول لكم ايه نعكيشن. البعض، ولا ادري من اين اتوا بهذا الكلام، ربما اتوا به من افلاطون او من الافلاطونيه الحديثه اللي بيسموها نيو بلاتونيزم، ان الارواح دي بتتخلق خلق وتخش في الاجساد في وقت معين. التفكير ده مش مظبوط، بس هم جايبينه من افلاطون. فيقولوا مثلا ان الروح دي تبتدي تخش في الجسد في اليوم الاربعين، يبقى ما دام ما دخلتش قبل كده يبقى لما يسقطوا الواد ما سقطوش انسان كامل فيبقى مش خطيه. طب جابوا منين ان الروح بتنزل في اليوم الاربعين؟ وادي معايا الكتاب المقدس كله اهو، لو طلعوني من الكتاب ده ايه واحده تقول ان الروح بتتخلق والروح بتخش في اليوم الاربعين نصدق الكلام ده؟ مش ممكن. الكتاب ده صاحبنا واحنا اصحابه وعارفين كل اللي فيه، مفيش حاجات زي ده. فعشان كده يقول ما دام في يوم قبل الاربعين يبقى شويه دم نزلته، شويه دم ده دم ده بويضه مخصبه لو اعطيت الفرصه تبقى كائن حي، كائن حي كامل. كون انها لسه ما وصلتش لدرجه كائن حي، لكن دي اول تكوينها كده. ما دام اخصبت البويضه اصبح التخلص منها هو التخلص من جنين ولو ولد بعد حين. جنين يعني جنين، لكن نقول 40 يوم. وانت لما تقتل طفل عمره 40 يوم مش تبقى ترتكب جريمه قتل برضه؟ ولا قتل العيال ده حلال؟ على رأي المثل يقول يتعلموا الزيادة في رؤوس اليتامى، فده يعني يتعلموا جريمة القتل. بالنسبة للأطفال مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. المرأة إذا حملت اعتبرت أم ولها طفل وابن، وكون انها تقتل الطفل ده حرام، وكون انها تقتل طفل لا يملك الدفاع عن نفسه حرام تاني، وكون وهي ام بتقتل ابنها يبقى عندهاش مشاعر امومة. وحط في دي بقى مجموعة من الخطايا. مين عارف يا بنت الواد اللي هتقتليه ده يمكن ينزل يبقى حاجة تاني، يمكن ينزل يبقى انسان كبير وتفتخر بيه وتفرح بيه ويسموك ام فلان. مفيش حاجة زي دي. واحد بيقول اصبحت في قلق شديد في حياتي بسبب المشاكل العائلية بين ابي وامي، بيقعدوا يتخانقوا هو
يقول حتى لما اكون في الصلاة اسيب الصلاة من اجل الخناقات اللي بين ابوهم، يعني يعملوها الكبار ويقعوا فيها الصغار. شوف يا ابني انت هتعيش في الواقع، يعني طبعا دول ابوك وامك ومش هتقدر تغيرهم اب وام تاني، يعني دي خلاص. ان قدرت تعمل خير معاهم قدرت، ان قدرت تصالحهم قدرت، ما قدرتش خليك في حالك، خليك في حالك. برضو ناس كتير بيشكوا من انهم ذهبوا الى اب الكاهن للاعتراف ولقوه غير موجود او مش فاضي، يعملوا ايه؟ يا ريت اباء الاعتراف ده هم اللي يجاوبوا لي على السؤال ده، يعني بلاش انا اللي جاوب عليه، ويحددوا مواعيد للناس. ان كانوا يعني كل وقتهم مش كفاية والجهد أكبر منهم، يقولوا لنا نرسم أسس جديد جداد عشان اعترافات. لكن الواحد يتعب ويجي وما يلاقيش أب الاعتراف برضو مشكلة. واحدة بتقول أنا فتاة في سن 26 عام ومخطوبة، ودايما يتهمني جميع من حولي اني اتصف بالانانية، لكني لم اشعر بذلك، ده من انانيتك برضه، لكن من كثرة تكرار هذا الاتهام شعرت اني بدأت في ممارسته حتى يكون الكلام صحيح، لكن ليس بيدي انما هو شيء لا شعوري، والان احس ان الجميع يكرهني، حتى ابي وامي اصبحوا يقولوا لي انت انانية حتى مع اخواتك، وتبدأ التفرقة ثم الكلام الحاد حتى تنتهي بمشاجرة، فهل أنا السبب في ذلك؟ طبعا إذا كان كل اللي حواليك بيقولوا إنك أنانية، وأبوك وأمك بيقولوا لك إنك أنانية، وحتى مع أخواتك، فلازم تكوني أنانية، فأحسن تبطل الأنانية اللي عندك، لأن دايما الشخص الأناني إنسان مكروه. الأناني يعني المحب لذاته اللي بيفضل ذاته على غيره. فانت حاولي تمرني نفسك انك تفضلي اخواتك عليكي، انك تفضلي اهل البيت كله عليكي. والكتاب بيقول ان الواحد يكون اخر الكل، ياخذ المتكئ الاخير، يكون خادما للكل. فحاولي انك تبقي كده. وعلى راي الشيخ الروحاني بيقول في كل مكان وجدت فيه كن صغير اخوتك وخديمهم، كن صغير اخوتك وخديمهم. فانت فضلي غيرك على نفسك، فضلي غيرك على نفسك. والكتاب بيقول مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، قدمي غيرك على نفسك سواء في الكرامة او في الاخذ، في يعني اخذ الاشياء. يعني مش كل حاجة كويسة تقولي انا عايزاها وتسيب اخواتك، لأن الأنانية دي لو استمرت فيها ممكن تضيع منك خطيبك برضه، لأنك انت اتدربتي على الأنانية مع أخواتك ومع أبوك وأمك، ممكن الأنانية تصحبك جوه البيت فتبقى أنانية في معاملتك لزوجك لغاية لما يزهق منك. فبطل الحكاية دي. لكن بتقولي كون إن أنا لم أشعر بذلك، ما هو جايز الواحد ما بيشعرش بأخطائه لكن غيره بيحس بيه، فبطل الأنانية. واحد بيقول عندما يزني احد الزوجين يتم الطلاق ويتفرق الاثنان، بالرغم من ان الكتاب يقول الذي جمعه الله لا يفرقه انسان، فكيف يكون ذلك؟ هذا التفريق يكون قد فرقه الله نفسه، لأن ربنا سمح بأنهم يفرقوا في حالة الزنا، فما يبقاش فرقوا إنسان، تبقى فرقتهم شريعة الله التي تسمح بالطلاق لعلة الزنا، كما ورد في العز على الجبل في متى 5:32،
وكما ورد في لقاء المسيح مع الفريسيين في متى 19:9 وفي مرقس 10:11 وكما ورد في لوقا 16:18 تصريح بالطلاق لعلة الزنا. فيبقى هنا مش نقول لم فرقه إنسان، هنا ما فرقوش إنسان، فرقته شريعة الله.